قبيله شويه كنا نفادلكو وين وميغال وبين ضياع، حابين هكا نبردوها بضحكه. ما احنا رانا ايكيب كامله برنامج ستار تايم متغشين برشا برشا على الفنان التونسي وسيم الحريسي شهرة ميغالو اللي هو كان مبرمج انه يكون ضيفنا اليوم. ميغالو اللي هبط على انستغرام نتاعه وقال انه باش يكون حاضر في اي اف ام، من بعد كيف كيف لطفي العبدلي هبط واكد هذا وقال انه هو باش يكون حاضر في اي اف ام باش يكشف حقائق بعد ما انقلب على سامي الفهري، وبعد التحاقه حسمت قال انه التحق بقناة التسعة اتصلوا بينا وقالوا انه ميغالو يحب يجي بعدنا هوني في ستار تايم وبش يحكي على برشا برشا حاجات وبش يكشف برشا حقائق. بيان سور احنا كفريق قلنا له بيان سور مرحبا بيك وتنورنا هوني في ستار تايم، اتفهمنا انه بش يكون حاضر بعدنا ماذي ساعتين، اما ما رعنا انه سي وسيم الحريسي لا يهز التليفون لا يتكلم، مسكر تليفونه، ما عنده حتى أثر لحس والأخبار. الحقيقة أنا مانيش مستغربة من وسيم ميغالو على خاطره هو إنسان بارامون متقلب ماهوش متوازن، انقلب على صديقه أبو بكر من بعد انقلب على صديقه سامي الفهري اللي يعمل فيه ميغالو المدة الأخرى، دليل على أنه فما برشا قلة احترام وقلة مسؤولية. سامحني أما ما عنديش حتى وصف آخر. تمنيت لو وسيم الحريسي اتصل بينا واعتذر وقال مثلا صارت له ضغوطات وإلا لا فما حاجة أقوى منه صارت له تخليه أنه ما يجيش هوني في ستار تايم، خاصة أنه أحنا على المباشر وعنا ديزانجاجمون avec les auditeurs. الأكيد أنه ميغالو يمر بفترة صعيبة وإلا en depression، دونك هذا هو العذر الوحيد اللي نجمه ناخذوه. نقطة أخيرة، الفنان الحقيقي يحترم الناس ويحترم المستمعين، خاصة أنه فما فريق كامل خدم على حلقة ميغالو، الناس أحكيت الصفحات بارتاجيو، برشا مستمعين يسألوا وين وسيم ميغالو. وسيم لاحترم الناس اللي تسمع في الراديو اي اف ام، لفريق كامل كيف ما قلت خدم على خاطر سيتو. من كل قلبي نتمنى انه يكون المانع خير، اما في حال انه هو في صحه جيده ولاباس عليه نقول له سامحني ميغالو هذه قله احترام منك انت انك ما تتصلش بينا وتقول مثلا اعتذروا ما نجمش نجي البرنامج ستار تايم، ما تخلينيش هكاك نستناو فيك بالفارغ. دونك هذه كلمتي الاخيره لميغالو اللي نتمنى انه يتصل بنا ويوضح لنا علاش ما جاش هوني في ستار تايم. هذه كانت دونك نقطه وضحناها بالنسبه لوسيم الحريسي اللي تخلف عن موعده ما جاش الهوني البرنامج ستار تايم. دونك ميرسي للناس الكل اللي سمعونا، سامحوني اعتذروا انكم انتوما استنيتوا انه يكون حاضر بحذنا وسيم الحريسي، الله غالب دونك يصير كيف ما يقولوا. غدوه ان شاء الله حلقه جديده، موعدنا يتجدد من ماضي ساعتين للأربعة. اخترنا ان نهديو الاغنيه هذية لكم انتم اللي تسمعوا فينا، اغنيه بصوت مرتضى لفتيتي الصبيبه واللي وبنديه، اغنيه ياسر معبره. ميرسي لنسكل، بعض شوي يجيكم راجح زنقير في سامر فايبس. شكر كبير الامينه بوغانجا الخليلو، الكنزه في الديجيتال، السوندس في التصوير، كنت معكم اميمه العياري، باي باي، تشاو تشاو. صبيبه واللي وبنديه، اوه بنديه، وما تبكيش يا عيني هي، وما تبكيش يا عيني.